Perfect. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم. فيديو جديد، وفكرة فيديو النهاردة هو ازاي نعمل قنبلة ضوئية شبيهة لقنبلة الفلاش اللي في لعبة ببجي، بس هتكون اطول من حيث الوقت. ان شاء الله هتكون الطريقة سهلة وهتكون بمكون واحد وهو صواريخ اعياد الميلاد. بس قبل ما نخش في الشرح، ما تنساش تدعمني باللايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وما تنساش لو انت مشترك في القناة تلغي الاشتراك وتشترك تاني علشان التفاعل يرجع زي الاول. اول حاجة هنحتاجها في الفيديو هو علبة صواريخ بتاعة العيد ميلاد، وهي بتكلف حوالي 15 جنيه، وبتكون فيها 10 وحدات. هنكسرها بالطريقة ديت. بعد ما نكسرهم هنحطهم في كيس، بعد كده نحاول ننعمهم علشان يكونوا عاملين زي البودرة، بعد كده هنحطهم تاني في الطبق. بعد كده هنجيب ورقة بالحجم ده وهنلفها حوالين القلم بالطريقة ديت علشان نعمل الصاروخ بتاعنا ده، جسم الصاروخ. بعد كده هنلزقها بالشكرتون او سلوتيب. بعد كده هنغطيها بالشمع من اتجاه واحد بالطريقة دي. بعد كده هنحاول نحط البودرة اللي احنا عملناها في الورقة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما ملينا الصاروخ كله بالطريقة ديت هنحاول نجيب فتيل. ولو عايز تعرف انا عملت الفتيل ده ازاي، هسيبلك رابط الفيديو بتاعه في الايل فوق، وهسيب لك الرابط الفيديو في صندوق الوصف. هنحط الفتيل بالطريقة ديت. بعد كده هنغطي بالشمع على الفتيل. بعد كده هنلزقه بسلوتيب ده للشكل بس، ويلا بينا نجربه. انا في الخطوة ديت انا ثبته في بلاستيكة كبيرة علشان ما يقعش يمين او شمال والتجربة تبوظ.